احنا داخلين دلوقتي على متحف ام كلثوم. ام كلثوم كوكب الشرق. اعتقد هي السبب الرئيسي ان كله يجي هنا دلوقتي. طبعا طبعا، هي اصلا التايتل او عنوان المعرض ده من يعني ديفا اراب، من ام كلثوم لداليدا. هي العنوان، ام كلثوم هي العنوان. هي هنخش نشوف ايه الحكايه. يعني الله. لا ده انا ودني مع يا حبيبي، ودني مع كلثوم. لا يعني ام كلثوم تاني فيش اي حد ما بيحبهاش، حتى الغرب. يعني انا ناس كتير هنا في فرنسا دايما لما تعرف ان انا مصريه تقول لي ام كلثوم، فرنساويين فرنساويين. لا انت شايفه اللي هم مخترين ايه وحاطين ايه وعاملين ايه. لا يعني ده من فيلم التفاصيل. وهي لسه بدايتها في السينما برضو، تطورها كفنانه، يعني تطورها كفنانة برضو مبهر جدا ومرعب. طبعا طبعا، ازاي وصلت انت في السكة وماشية وبتقولي شوفي. لا يعني بجد واحد مش عارف يقول ايه، من ازاي هي كانت، ازاي اثرت في ناس كتير كده. والدليل ان احنا بعد كل السنوات دي من راحلها احنا قاعدين ومش في بلدنا، احنا في فرنسا بيحتفوا بيها بهذا الشكل. بالظبط. ايه العظمة؟ لا هنا ام كلثوم دي حاجة زي اديت بياف. إديت بياف طبعا مغنية فرنسية، دي بالنسبة لهم ايكون، يعني ايقونة عالميا بالنسبة لهم، دي حاجة ما يقدرش حد يلمسها يعني. فهم كمان بيحتفلوا بيها زينا بالظبط واكتر كمان. يعني هم بجد يا ريت ترجع. او حاولتي تشتغلي في سكه ام كلثوم؟ بصراحة لا، لان انا ام كلثوم لا، انا ما يعني ما اقدرش اغنيها لو انا مش حاسه ان انا جاهزه، ولازم عايزه شغل. عايزه شغل طبعا. وما انا مش مع ان اي حد يطلع يغني ام كلثوم. ام كلثوم لها احترام يعني. الله عليك. يعني حلو قوي التقدير للاخر ومعرفه الامكانيات، انا شاطره في ايه. بالظبط. لا لازم الواحد يبقى عارف نفسه، عارف هو يعني مش اي حاجه يعني يعملها على طول، او يعني اختيار التوقيت وجاهز ولا لا، او لايقه عليك ولا لا. ممكن اجرب والله اغني والاقي مش لايقه في صوتي اغانيها، ده برضو وارد، مش اي حد يقدر يغني كل حاجه. مهندسه حتى في برضو في هندسه. ده مش ام كلثوم. دي ازياء ام كلثوم وال المجوهرات بتاعتها. دي طبعا حاجات معروفه بتاعتها. مش عارفه والله لو الاصليه ولا لا، بصراحه مش عارفه، بس هي لا يعني طبعا هي الشياكه دي. لا وبرضو المجوهرات بتاعتها كانت حاجه معروفه عالميا، يعني بتتعمل في مزادات عالميه. اعتقد يعني لا ما دي ام كلثوم يا جماعه بالشكل ده. صوت ام كلثوم. ده احنا فين؟ احنا فين؟ انا ناسيه ان احنا في باريس. انا ناسيه بجد ان احنا في قلب القاهره وفي الاحياء. لا مش ممكن. لا احنا في، انا نفسي حاسه ان انا مش، انا المعرض ده كله بيخليني حاسه ان انا سافرت في وقت تاني في بلد تانية. على فكره احنا بلدنا كبيره، خلي بالك. طبعا كبيره ومليانه حاجات قوي ما بتنتهيش.